حتى في الطاولة كان المدرب سفين فان دن بروك اللي كان عند نادي الجيش الملكي. المدرب كان اقترح عليه من وكيل أعماله إلى أن الرئيس اتصل بمسؤولي الجيش الملكي باش يخبرهم نظرا للعلاقة اللي عنده مع المسؤولين ديال الجيش الملكي. أظن أن الرد كان سلبي، الرد كان سلبي فيما يخص الرئيس، يعني فيما يخص المدرب البلجيكي. لذلك ما وصلني أن الرئيس أغض النظر على المدرب البلجيكي. ولكن كاين بعض الأمور أنا غادي نقولها، بأن الرجاء هو الرجاء وفريق آخر هو فريق آخر. الرئيس عنده علاقة وطيدة مع مسؤولي الجيش، وحتى في الميركاتو كانوا نورمال واحد لاعبين كانوا مرشحين لحمل قميص فريق الرجاء. كان مطلب ديال المسؤولين الجيش الملكي أنهم ينتدبوهم، الرجاء انسحب من الصراع اليوم. كان هناك حمودان، كان هناك النفاتي، كان هناك الدراك، حتى كانت رغبة وأسماء على الطاولة